ما هي الشبهات التي يستدل بها القدرية والجبرية؟ وهل يوجد في هذا الزمان قدرية وجبرية؟ ما أكثرهم، ما أكثر الجبرية والقدرية في هذا الزمان، يعني كل ما تأخر الزمان يفشو الجهل ويكثر اللغط والكلام في العلم بدون فقه وبدون معرفة وبدون روية، فهذا موجود كثير. المعتزلة موجودون وبكثرة، ولهم كتب يطبعونها ويحققونها وينشرونها، واعتنق مذهبهم الشيعة الرافضة، ولذلك شيخ الإسلام في رده عليه قال منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية، يعني على الشيعة والمعتزلة. نعم، لأن الشيعة اعتنقوا مذهب المعتزلة في القدر. نعم.